متابعينا الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن ننقل إليكم من هرم جامعة مأدن الثقافة الإسلامية آخر الاستعدادات للمؤتمر الإسلامي الكبير بمناسبة ليلة السابع والعشرين. ما شاء الله، المنظر جميل جدا. سخرت إدارة الجامعة طاقاتها وجهودها لتوفير أفضل الخدمات لضيوفه وإتاحة أجواء سكينة وطمأنينة التي تتلائم مع القادمين. حتى يكون وصول القادمين بكل يسر وأمان، قاموا بإنارة الطريق الرئيسي عشرات كيلومترات بالمسابيح. وصلنا قريبا من جامع المعدن الكبير. نرجو أن تستمروا معنا، نلتقط لكم منظر جميل للبوابة الرئيسية للمؤتمر.